الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الأعزاء، نحن معكم في حلقة جديدة من برنامج فنون. برنامج فنون كما تعلمون هو هذه المساحة التي خصصتها إدارة التلفزة مشكورة لأهل الفني، أساتذة الفني والمتخصصين في الفنون عامة، سواء كانت الموسيقى أو المسرح أو السينما أو الفن التشكيلي أو الرقص. هدفنا كما تعلمون هو تعميم هذه رسالة الفن، لأن الفن كما تعلمون هو هذه السفارة الناعمة، وهو هذا الإطار الذي نتحرك به وفيه من أجل أن نرسخ قيم الأخلاق والثقافة، ومن أجل أيضا أن نستنطق كل ما هو موجود داخل هذا المجتمع. والفنون برمتها كما يقول الفنان العالمي بيكاسو، على أن أي أمة لا تعطي اهتمام للفنون هي أمة ذاهبة إلى الزوال لا قدر الله. ونحن لا قدر الله لا نريد أن نذهب إلى الزوال، خصوصا وأننا نمتلك الكثير من الفنون، ولنا مجاميع من الفنانين الموسيقيين العباقرة الذين استطاعوا مر عبر تاريخ هذه الأمة على أنهم يقدموا الفنون الجميلة ويستنطقون فيها كل ما هو موجود. ولا شك أنكم تعرفون أيضا على أن الموسيقى بذاتها هذه السفارة الناعمة، وهي هذه اللغة المشتركة بيننا وبين العالم. فيقال على أن الموسيقى لا تحتاج لمترجم ولا تحتاج للإشارة ولا تحتاج كذا، لأنها تعبر عن نفسها. وأصبحت الآن كل الشعوب تعطيها اهتمام معين، لأنها أصبحت توظف لرسم الابتسامة ولنزع التوتر، وحتى على أنها أصبحت يعالج بها في بعض المستشفيات بعض الأمراض النفسية. إذن هذه هي الموسيقى. هذه الحلقة هي حلقة خاصة مع الفنانة الكبيرة والأستاذة مكونة مادة الموسيقى في مدرسة تكوين معلمين، وهي إطار أيضا في وزارة التعليم، ورئيسة مصلحة في خلية الإعلام والاتصال بوزارة التعليم أيضا. عازفة ماهرة على عدة آلات موسيقية مثل الكمنجة والأورك وأردين. وهذه الفنانة خريجة معهد الدراسات النظامية العراقية في العراق طبعا، وخريجة أيضا مدرسة تكوين معلمين، وخريجة المدرسة العليا للتعليم لنس. أهلا بك أستاذتي. أهلا وسهلا. أول سؤال نبدأ به، هل الموسيقى الموريتانية وأنت درست في العراق مثلا تختلف عن الموسيقى العربية؟ وإذا كانت لا تختلف، لماذا لم نستطع حتى الآن على أن تكون الموسيقى الموريتانية معزوفة ومكتوبة على النوتة الموسيقية مثلا؟ لماذا؟ أولاً محيتك، محيي برنامج فنون، ومحيي التلفزة الموريتانية، ومحيي الجمهور. صباح الخير. الموسيقى الموريتانية كأي موسيقى في العالم، موسيقى في العالم كامل، مش جاية من مشكات واحدة. أصبع نغمات موسيقية عند العالم بأسره، ما عند خارج موسيقى في العالم عن النغمات الموسيقية السبعة، يعني الأصوات الموسيقية السبعة مكتوبة ومعروفة، وكتابتها لا تطلب يكون أحد عنده كتاب، أحد عنده كتاب الموسيقى يكتب أي شيء سمع. دم كتاب الموسيقى. كتاب الموسيقي. يقول كتاب الموسيقى لا بد أن تدرس. طبعاً. هذا هو. إذا الموسيقى تكتب، كل موسيقى تكتب، كل موسيقى بإمكانها أن تكتب، لأنك كما قلت لك ما في أصوات موسيقية خاصة إلى كتاب الموسيقية. كتاب الموسيقية خاصة هي النوتة الموسيقية اللي تتألف من 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 عناصر مدرج موسيقي، المفاتيح الموسيقية، النوتة اللي هي العلامات الزمنية الموسيقية، إشارات الصمت، إشارات كل شيء في الموسيقى محسوب. لكن عندنا الإنترنت والعربية والفرنسية، عندنا حروف، عندنا تشكيل، وعندنا هو احنا عندنا الاسواق من العربيه ما يخرج عندنا 28 حرف ولا 29 حرف، صح؟ غالبا التشكيل وترتيب تغير الترتيب عدد منه نصوص كبيره. كذلك الموسيقى، هذه الموسيقى المتاريه كاي موسيقى في العالم تكتب. ولماذا لا تكتب؟ وهي جزء من الموسيقى العربيه وجزء من الموسيقى الافريقيه حقيقه، مزيج من الموسيقى، واصولها بالحقيقه عربيه وشرقيه، ولكن دخلت عليها الموسيقى الزوجيه الافريقيه وايقاعاتها وتسمياتها وطريقه ادائها، وهي مزيج موسيقى خاصة. كأي شعب عنده موسيقى، هاي الشعوب اللي كتبت موسيقتها عنده موسيقتها، موسيقى خاصة. المصريين موسيقتهم خاصة، الخليجيين موسيقتهم خاصة بهم، هو برضو موسيقتهم العالم لونهم عندهم لون الموسيقى. كتابة واحدة، هي كتابة واحدة، كتابة. ولما نتأخر نحن عن الكتابة؟ لكن تعال كبيرة سوت لي كاكتري، يعني أنا أكتبه نص عربي موريتاني، كبيرة أنا أكتبه نص عربي مصري والله عراقي والله
لا نص لا نص عربي نص عربي تو نص عربي طبعا لا لا حد يكتب العربية كله بأسلوبه حد يكتب العربية كله بأسلوبه كله ليش وكله ولماذا ما دامت الموسيقى موسيقى أنا مثل موسيقى العالم كامل العربي لماذا لا تكتب نقص فينا إحنا لماذا إحنا ما لنا موسيقى عنها موسيقى وراثية نتعاطاها في طريقة وراثية ولا 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 ندرسوها محصورة موسيقى تقليدية محصورة تكتب طبعاً وبتعرف إنها تكتب في البنات محصورة فيها معين هاي الفئة أعطاها وراثية وهذا كان كخارج جميع الفنون كان خارج صناعة تقليدية كان خارج موسيقى كان خارج حتى في العلوم الشريعة كان كل قال لك الفلانية لماذا الأب يقرأ أولاد علم القرآن تبحر فيك صار الناس أخروا أنا أسمع التوارث التوارث ولكن هذا الزمن اليوم ما أتلا لك أجيب خالد موسيقتنا لا هم نقرأ نكتبوها حتى طالب مسائل منها كيف متخصصين طبعا مادة دارس الموسيقى تكتب نوتة موسيقية وخبراء في الصوت يعني يسجلوا الأصوات كما هي وجمع هذا التراث المتفق عليه معناه نحاول لنا نجمعوا تراثنا كامل ونقنقوا خاصه لك منو اللي كامل توافق عليه وياك ما في خصوصيات مول العود نعرفوها ونذكرها وينكتب هذا السؤال راح لي قط 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 تمنى في هم في نوار شوط لان جانا جاء خبير مغربي في الموسيقى دكتور عدل دراس على الموسيقى المغربيه وجاء الاذاعه والاستاذ احمد رحمه الله عليه ولا بوجدوا فيها وقالوا احنا نجمع احمد انا واتصلوا معه واصلوا مع محمد قالوا نختار يكتب شيء من الموسيقى الثانيه قالوا انا ما العب موسيقى الثانيه كنت انا على وقت تجي ايش اخبار مرتين ما تكتب داخل بدل احد يكتب بوجدوا هذه كانت شغل عراق سويها عندك انا قالوا ما نعرفه ولا قالوا قد اي خلي جاني انا قال لهم توبتي رجل لكم ناتي واحد وقت الناس قال لي الموسيقى قال من دول مفصل بس شكل امسك مره ثانيه تكتب شو انا قاعد لانك تبرك شور تقول انا خطبي انا خبطت تجي نجح الحمد لله هرجي وتجي وتنقد خبطه كامل تقعد تقعد نمسلوت يا غير هو الراجل ما يعرف الموسيقى الثانيه اخبطوا الشغل وما يكتبوا لك يكتبوا لك يخبطوا لك فسيته انا قلت له وانا وقت انا تبهر دائما على قضيه يقول شوف موسيقتكم لكم قرايتكم لا تاخذ موسيقتنا خاصه عليها موسيقتي جاء الراجل محمد تجي رحمه الله عليه قال لي حقيقي زيد علي واخبطني وانا اخبطني وانا تستنطق تتكلم تتكلم الله رحمه الله ان شاء الله رحمه الله من المنبر ان شاء الله باب القامه واخبطني وانا والراجل قاعد يزرع فيدو ورقه لما بتهرك هي مدرج موسيقي وتبعد معي يكتب اذا يكتب الشعر بصيفته وقبض عوده وخبطه بصيفته الشعر اللي يخبط اللي يخبط محمد ارحمه سجلوا كتبوا الراجل سبحان الله يكتبوا قراهته واحد كتب شي طريقه واستطاع انه يكتبوا نفس يكتبوا نفس النغمات ونفس ما يطلب سبوات ولا نغمات تسمعها يكتبها ودار ميزان وميزان يقل الشوارع عندنا احنا مره تعرفين تمشي من جانبك يا جانبك يكتب رايح حتى هو الشعر انت تسمع الشعر تكتبه تعطي نغمات نغمات موافق عليها تسميات الصوت خصوصيات كذا اخرى نظريه وعندي اعرف احد ما فنه واضح يقل هو بعد هو اكتبها اكتب الشعر وخبطهم ولي خليني اخبطهم ولي خبطوا وانا ما دخلت اسمع قال لي قطع لي ما تعلم ما شك ان موسيقى تكتب وتنقرا بنفس الطريقه اللي تنقرا بها النصوص العاديه انا عن موسيقتنا حاصلنا على نكتبوها لا تمنى نكتبوها عندنا اراده صا متخصص اللي هو الموسيقى واراده من الجهات العليا والرعاه المشال يهم هو يكتبوا موسيقى ولكن ما كتبت مولي ما انا خاطر بين لي هلها هادو قلال وللاسف ناقصوا يوم بعد يوم وهي تعلمهم اللي بطريقه تقليديه صح نقولها لك انا تعلم تدريس هي الكارثه على ان لين كي قلتي على ان هو هي فيه موسيقى تقليديه تقريبا وفي موسيقى عصريه الموسيقى التقليديه بكل اسف لان كثير من رموزها عدو هي تراث هي ثقافه تحمل مول ياسر الثقافه تحمل ياسر التراث كان المفروض على ان كان المفروض على ان يكون فيه مشروع وطني على الاقل لحمايه هذه الحمايه والحفاظ عليها نشوف على طريقه تعلمنا بها انا اتعلم صغير تعلمت ما في قاعده في بصرتي حق في قاعده اخبطت شديد الامه وفسس انا تعلمتهم ذيك الساعه تعلموا صغيرات يقولوا من الصباح وانت متفاهم تعلم عود العود قايله اطيحوا اليوم صعدوا العود احمس مالك كله سماعي هو لعتري عملي شوف يا غير شو خلص اخر الزمن ذاك تعلمت انا فيه الناس اللي ما يصابين اصايب شيء غير مدرسه وين الساعه الثانيه والحل شنو؟ الحل عن العود فهمت تكتب الموسيقى وتكتب الموسيقى وتندار في اطار تعليمي دراسي تربوي مناسب انا قد عدت تجربه عدت استشار علم فيها عشان طافلات الاردي و
وعندنا احنا في صدى داخل الاتحاد الموسيقيين واحنا في صدى مولي الاتحاد المولي الجديد عندنا مشروع داخل نفسه هي تندار في اطار مولي الحقيقه لا هي لكن الموسيقى كامله تندار في اطار تعلم احد بطريقه علميه تربويه مناسبه يعني الطريقه التقليديه كانت موجوده وتدري فيها اصعب من ناردي ما هو احد صعب تدري حتى وريف الامر على ان نحن نقول هو موسيقتنا ولين يمشي منها تقريبا مشاركه فنان موريتاني يشارك في الخارج فهمت الكلمات اللي يقول تصبح تردد من الجمهور في البلد هذا مثلا في المانيا قد شفت واحدين يتواركين يردوا اغنيه ديم يرحمها الله. وفي تونس شفت يردوا اغنيه المعلومه معناها على ان الموسيقى الموريتانيه ايقاعها وايقاعاتها الافريقيه وهذه الفنانه ما قد قصنا ممتعه ما تميزنا فيها ولا قد قدمنا اغنيه ولا قدمنا مشاركه فنيه ما كانت قد شاركنا في المهرجانات في مهرجان في الدول المغاربيه ولا قد قدمنا اغاني كانت تفرك ناجحه وكانت الناس تراك السعوديه وكل وصلات جاي يجيبون الموريتاني يجيبون الموريتاني نفس الشيء مع شبه الفنانين اللي قد احنا ما موسيقتنا غنيه وفنانين موريقه مقتدرين صوص مزينين وعازي الواحد عنده فرقه كامله انا غير بالاردنيه يا اخبار ونقني ونشد ونرقص ونهيدا ونقول قاف وهي ما هي موجوده في الوطن العربي الوطن العربي اللي انت واحد تقدم اغنيه هي ركية 60 رقاش 20 رقاش على الاقل هي ركية احنا فرقه عرفنا احنا فرقه عرفناهم دول مجينا احنا ما شاء الله فنان موريتاني يغني ويعزف ويلحن ما شاء الله انا عبقري مجينا في شارع العلاق قدمنا الفرقه اللي تكون من عده عناصر هي اول العود احنا قبالنا هون موريتاني نعرف الفرقه مفهوم الفرقه عود فرقه فيها العود عند الاستاذ بوكار الله عمرهم والقانون عند الفنان الكبير الفان والناي عند الاخ محمد علي والكمان عندي جبنا فرقه متكامله طبعا على ولا خمسه كل عند حامل الشهاده الموسيقيه سابلا كان يقعد واحد يبغى جيتار ولا ارجل ولا تجريش ويقنوا يخبط القص اذا كان يعد الوقت واحد العود خلينا نخبطونا ونقنوا ونشدوا ونرقصوا ونقولوا نحكوا تايدين ونقولوا قاعد ياخذ قدام البدايه قاعد ياخذ وقت هيك يا عبقريه البنات هذا عند موجود عندنا غير هذا كان تقليديا تقليديا ايوه عصريا هذا اثناء الحظ ظهرك عصريا ما تلقى قد يصح فيها اي صح فيها يا قيد يا تندار في اطار اندار هاي مواهب هي الموسيقى موهبه على كل اطار تعليمي طبعا موسيقى موهبه قبل كل شيء موسيقى موهبه يا قيد الموهبه كل موهبه كل موهبه تهذب يقول موهبة تخصص خلق بيت تخصص لدى موهبة صحيح فن تشكيلي موهبة صحيح حتى يقول هذا فرعي عدد في تخصصات فرعي ينقر فرعي وأقلم وقتابة الموسيقى متجاوز العالم كان متجاوز موجودة وناس تعطى لها بالنوتة موسيقى دي مكتوب احنا واحد مزلف هاي هذا التاقط مالي فيها النوت هاي لك لا تاقط كاتب في المقامات الموريتانيه حق الله النوت الموسيقيه يا اخي سلم الموسيقي احنا نقول عن مثلا عندنا مثلا كر نغماته اللي في احنا نقول عندنا خمس نغمات لماذا عندنا كر دو حق الله دو والله دو مي فاصل سي دو هذا كر نعطيها له هو باه انت باي تاقط من قريب حق الله ما جيت ولا درجه تتكلم إذن هذه مثلا شو هذا مدرج موسيقي مدرج موسيقي عبارة عن خمس خطوط أربع فلقات أربع مساحات هذا مفتاح صل أيوه هاي دو هاي متعرف أي حد شاف فلقة خبطك دو أنا تاج يقول شيء شوف هذا الفجر شوف المفتاح وشوف هذه العلامة اللي هي خط إضافي يقرأها أنا دو يقرأ عن هاي مي يقرأ عن هاي فا يقرأ عن هاي صل يقرأ عن هاي سي عن هاي دو ولا يقرأها بنوتة موسيقية يخبرها مالي بنوتة موسيقية كيف عدلوا هاي قد نعزف فاردين هذا وفاردين وفي الكمانجة وفي الكمانجة اعطينا نموذج حق الله دو ري مي فا صول سي دو ري مي فا سي دو زين حتى دو ري مي فا صول لا سي دو دو ري مي فا صول سي دو سي دو سي دو دو هي قرار هي ناخذ قرار وجواب دو جواب هذا شو هذا عزفينا شو السله على الأرضي نفس السلة الموسيقى دو ري دو دو مي فا صول سي دو دو مي دو مي فا صول سي دو دو سي فا دو سي صول فا مي دو دو مي فا صول سي دو دو سي صول فا مي دو لازم يتحدى لا نقدر دين عادي طيب ركبيل فوق ركبيل فوق يا شيخ
الله اللي مزينا. هل نغمات خمسة الأخبار ما شاء خمسة نغمات من نغمات موسيقية عادي عند العالم كامل، العالم كامل يعرفه. طيب ما هو عالم احنا بعدهم ما نعرفهم. يوسف الفنانين ما يعرفهم؟ ما من بين اللي ما عندنا مع عهد موسيقية ما هو قراب ما هو قراب وين حل شايف الحقيقة هذا علم يحتاج قراية ما نعرف أراك لأني متوبة جدو ياسر أنا توبة جدو خباطات وحسس مزيان والشعر ما يعرفه هذا ينقرا يحتاج قراءة هذا ما يقدر حد يخبطه قاعد ما حد قاعد هذا 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 الكتاب الموسيقي اللوتر الموسيقي يحتاج دراسة سيرتو هذا هذا السلم الموسيقي دو ري مي فا صول لا سي وعلى ردي المولي انا بقى تشاك انه قاعد يعزف يكون على الكمنجة اخبط فيها لا 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 خذ اخوان اخذ لك ردي المولي في الكمنجة زين عاد اخذ لك شارو شارو تديري تقليد معروف قال اجراء زين عاد شارو شارو تماس ها خليك خليك فرحه ها شلون شلون تماس ياخذ شلون ثاني شلون تماس قال مستناج معروف غارك قد يكتب بالموسيقى حتى قلت تكتبيه بالنوته حتى زين حتى زين حتى هذا رك اللي عزفتي رك هذا هؤلاء الأشواق ينجي موسيقى موسيقيين خلينا نبدأ عزفه أي حد خبط كتبت له هون يبغى أي آلة صار يخطو فيها معناها نفس الأشواق نفس الأشواق نفس النغمات هو لا نغمات زين حتى لا تقدر تكتب داخل السنتارك بالعربية من العربية نحن زين نكتب عند من نصوص نحن أي حد يبغى يعرف عربية يقرأ انت كتبت بالاصفر الصيني حد بعدين هيك طبعا شور جرا ها قطع عن المستنج ها
برافو لي. سبحان الله يا أخي يا سيدتي، معناها الموسيقى الموريتانية تعزف على الكمنجة وعلى البيانو وعلى الكونترباس وعلى كل الآلات الموسيقية. جاتنا آلة وطوعناها موسيقى طبيعي بسيطة بسيطة، ولا جاتنا آلة أخبطناها، حتى قاعد ما مقالي الموسيقى جابوا قتار قتار من السغلة وخفطوه، وجابوا أرقع عبد الأخي والشباب الحمد لله يخبط فيش ما يخبط، وجبنا كمان شيء خبطنا كمان شيء خبط سوون دبليو. لا شك على الفنان الموريتاني عبقري صحيح. هو يعني المشكلة يقول إحنا رك نريد عن الموسيقى الموريتانية تصدر للآخر تصدر تمشي على حدود موريتانيا تصبح كيت موسيقى العربية كاملة اللي راعي يكون في العالم في التلفزيونات العالمية راعي تبارك تنباع وتدخل الفضاء وتدخل في الدورة الاقتصادية. تحتاج إرادة ووعي يقدرون خصوصا الموسيقى الغنية والثرية. شوف إحنا بزين إحنا هون في روسنا الموسيقى اللي عندي والله بعد إحنا عشان جل عندنا عدد من واحد وعندنا ورا على هون اللي عندنا ما في جام قام من اللي تخبط كامل أورك بعد من هالجام واللي خبط تدريس بعد من هالجام ما هو من الجام واللي خبط أرضي ما هو من الجام بعد من هالجام. طبعا على محد يقير التعليم الموسيقى يا الأستاذ في الزمن ذاك ما تصح. أنا حتى وصل رحنا أولاد أولادنا رحنا ما تقع يخبطوا لماذا؟ لأن تو الشيء اللي هيزو تخاد محضر عص زاس عيد المدرسة ما بيدخل قسم محضر عن المدرسة عن سنة بعدين يقسم الجامعة بعدين ما تصل ما عنده وقت دراسة تقليدية يمكن إحنا عدلوا نقول لك إن كنا أنا أعرف سابقا البقال حتى رجلاي ترسبت على شيء كده أنا أخوي مع الصباح هو عنده تليفون وأنا عندي أرضي طالت إخواتي خارج عندي أرضي وأنتم نقطة تقرأ عند الله ونعم عند العصر مالي أنتم نقطة عند المغرب نتعلموا شهر واحد هذا ما تلاقي تقصه ترك عاد فهم إطار ثاني تدرس الموسيقى تكتب أقل مع الدراسة وتقعد تدرس يجي عندك عندك مدمكي طيس نص في الشهر يخبط الواحد هو يخبط يكتب الموسيقى يقرأ طريقها له وشي بقرته وذلك نقرأ المعهد الموسيقى هم قرأوا المقامات العلاقية ما هو المقامات العالمية قرأوا المقامات المهور الخاصة بي حق الله قرأوا هم يقن هم داروا هنا في إطار علمونا السنة الموسيقى وعلمونا وين هدوه وين فيه وين في الآلة وين رمزته في الكتابة الكتابة المدرج الزمن على المدرج الموسيقي شنو زمنها مثلا دو هاي رباعية الأسنان عندها زمن كامل لكن واحدة ايوه زمن طويل هذا عندها أربعة بعض اللي هي زمن كامل نفس كامل وما يكفي رباعي السن دو لأن كل نغمة عندها قياس كل رد قياسا نحن تعاطوا فيه بالنسبة نحن في المكان تعاطوا فيه سماعيته سماعي كان خارج العالم كامل يقالوا عادل 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 كتبت الموسيقى وقالت كيف ما الموسيقى الحروف ما كانوا خارجين حروف عربية ما كانت خارج سبب فرق لأن هي ذي كانوا عادل معناها المهم بعد على النظر استفدنا احنا بتخلو العلم اللي وجد معهد الفنون الجميلة والله لنا فيه 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 دار في دار والله مصلحة خاصة للموسيقى موسيقى كان قاعد يخلو عاد الموسيقى لا شنو قدم ياك بكل أسف ياك بكل أسف مصلحة إن شاء الله برك وكان مفروض إيه كان مفروض على أن المعهد على أنه ينشئ طبعا لهدف وترقية الموسيقى الموريتانية وتثمينها وحفظ ذاك الموروث منها وهذه رسالة المعهد حاليا يجب على أن المعهد معهد الفنون الجميلة على أن يطور الفنون الجميلة وخصوصا الموسيقى على الأقل بعد لأنها عندها تاريخ وعندها الأمل وضيع تاريخ أمة الموسيقى صحيح 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 زمان حفظ تاريخ أمة وحفظ مجادها وحفظ سيرها وحفظ سافها وحفظ حتى يقيمها والله خارج شور كان يخبر حد بعد الناقصة ما يدقل الجماعة حق الله حد يخبط اللي احنا مش عارف ايش هذا اللي يخبط ازاي قبل منك عدنا نقطع الناقصه ضل ياخذ واحد وقع كيف ما معروف هذا الشور شو ازاي قال حد قطع الناقصة ياخذ على ليش كن وفليش وفليش الله يسلمك انت ما قدمك اللي هو معروف انه معناها كان يقيم ولا قال فيه كل شيء يخدم يقيم يخدم لان هذا كامل اللي يضيع لذات الموسيقى والله والفنون حال الفنون الجميله قاعده كامله خلاص تمثيل مثلا محتاجين اذا اعطوه بطريقه كانوا عشوائية وإذا عطاوه له كل حمار وواحد ياك 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 يقدم رأس الجمهور يحامل ياك يجي أول جموع شخص الفنان قاعد يغنى وعز ويضحك هو قاعد يقرأ لكم ويدي بطريقة صحيح مسؤولة يقرأ تراجيدي ويقرأ درام لأن يا العظفة معهد المعهد يا عدل فصول الموسيقى واحد 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 المسرح ياك يعود واحد النقش هذا هذا يعطي يعود عندهم يقرأ وياك يدعى هذا يا عدد متخصصين يا عدد متخصصين هو المسألة كاملة فقد شيء يعطيه صحيح حد مسلم يعرفه ما يدعى معناها الموسيقى يعطي أنا خلا طال ياسم هلا موسيقية أنا خلا طال ياسم فضلا قال لي مش عاد قرية صناعة قرية ولا مش قرية ما أعرف كيف تقدر تعدي تكنولوجيا ما نعرف ما تعرفيها يا
يقين قال لك قال قبل كان تكون يجي نعرف ان المشطور من عاد موسيقي ايش مطلوب منه ما تعرفي طبعا طبعا التصورات تعرف ليش قال لك ما عاد فنون جميله مع المسرح ايش مطلوب منه اقول ليش عاد المسرح يا اخي قروا واخوي شيل قال لي مسرح حد يحامل ما في حد قال لي تمثيل المسرح صحيح 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 يختلف احنا المواهب موجوده عندنا صقع الحمد لله شت الفنون تحتاج لصقل له تحتاج لي تحتاج تهذيب وتحتاج اول شيء الدراسه ما لي اختزل عليك الزمن الزمن صحيح انا كنت انا طافي الحمد لله قاعد ترسم اهدافك وتوصليها بطريقه انا قاعد الحمد لله طافي الحمد لله قد تكلفه وقد زمن خارج نعرف ان انا تخبطت لهذه الناس ما يخبر لي فلان يخبط لي تجي نسمع عن واحد يخبط لي لان الزمنيه طريقه التعليم في التعليم لا يبدا طريقه مواكبه العصر وفي نفس الوقت نحافظ تراث اول شيء نعدوا نشوفوا بعد كذا اسمه ونكتبه خصوصا على ان في دول مجاوره عاد تعدها نفس الموسيقى هذه اشكاليه هذه اشكاليه معناها لين ما تستمر بدل العاده الموسيقى محافظ لي لا عاد نحن نقاون نبعادنا معاكم ولا انا قبل يكون عندهم وزين انتم الموسيقى نقول لهم الموسيقى فين هي الموسيقى احنا قاعد نشوف انتم دخلوا عاد هي مثل التزاد ومقدر التشديد والله عاد كبرت نوعا ما هي الكارثه وهي الكارثه على ان الموسيقى الموريتانيه على انها عاد كثير من الشعوب انا كنت عندي تعاون مع هذا الموسيقى في العيون في الصحراء المغرب وقاعد في الصحراء المغربيه وانا ما قلت لي تقلم في معهد الموسيقى سبحان الله طايطني في قدم تتقريها وتعلمي وتكوني وهم ما قطعوا قريب حاله الموسيقى في مركز الثقافي سبحان الله المركز الثقافي اللي المغربي حقا 2016 عندي معهم تعاون عند الدورات التكوينية بقى أنا شو مش مع اسمه لا معايا نقرره الكمان ونقرر العود ونقرر الأورج شباب موريتانيين إيه نقرره شباب موريتانيين شباب موريتانيين ومعايا منقاون ولا ما منقاون ما منقاون حقا منقاون شنو ما منقاون ويجوا عادوا راضين فيه حتى راضين حتى ويام سيد الدنيا بعد الحفل سبحان مع الله قاري معايا مع الشيخ ولا ابو محمد احمد سالم بابا زين حتى يعني احنا واحنا شباب ما من اسر ما من اسر فنانين ما من اسر فنانين وعاد يعزفوا قد يعزفوا ما لي عاد يعزفوا حق ولا كامل ولا اعلامي ما تعليم صحيح تذكر على الحمار ايش قال لك والله ولا اعلام وحد عنده كان مستوى تعليمي معين هو اللي يقرا الموسيقي بس الموسيقي ما لازم يقرا حد شيء صحيح لازم حد عنده مستوى تعليمي يكون تقول الناس يعني عيال حد لا يكتب في هذا يقرا لازم عنده مستوى التعليم ياك على الاقل هو العلم العلم صحيح ياك تتخصص احنا ما عندنا بريف الورق دخلك تخصص ما عندنا بكل ورق دخلك تخصص السابق هذا احد ما هم دفك الله ما هو وظيفه معين من الجامعه يقدر كنت مدرسه في تكوين معلمين معلمين هذا استفادوا ولا ما استفادوا؟ استفادوا حق معلمين مالك هو كل هو الفن انواع اشكال معلمين يطلب منهم عن معود يقراوا اللوت الموسيقيه يعرفوه نظريا ويعرفوه صلفيج قالوا صلفيج ويعودوا يقنوا نشيد يحضروا يعني على الاقل عادوا في المدرسه يقدوا عدوا في الايام التربويه قد يعدوا نشيد قد يعدوا حتى قاعد في الفصل الفصل ما يقدر التلميذ من الثامنه الى الثانيه يقرا المواد العلميه والمواد الادبيه لا بد من تخليهم يعمل الترويح شوي معروف هم الموسيقى يعني خلالها يمروا ناس من الرسائل التربويه والعلميه وهي قاعد تشوفوا ذاك في الاعلام وحتى ترفه قاعد وتشيلك الضغط وتجدد النشاط وترفه وتعلم يخلق ملل ويخلق كاكات ماده موسيقى احنا نقرهم اهداف الموسيقى تدريس موسيقى منها النظام ومنها التعود على النظام منها الانضباط ومنها العمل الجماعي ومنها الترفيه ومنها اثراء اللغه ومنها تنميه المواهب الموسيقيه والادبيه ياسر من الاهداف لا شك على انها لا شك المعلم اللي انا لا مجرد ترفيه تنميه وتعايد وتركيا لا التربيه الموسيقيه تكون الناس وتهذب النفس حتى وتهذب النفس المشاعر والله وتقلب الامجاد وتنمي التذوق وتنمي التذوق وتنسخ الوطنيه عند الانسان حتى التركيز وقوه الملاحظه ارفع عضلك ملي عنوارك في العصر اللي احنا فيه ما نجح في الدراسه العلميه كما عاد دكتور والله ما عاد مهندس والله ما عاد يقعد فنان ناجح الله وجود المغني ناجح وجود العازف ناجح وجود المسرحي ناجح الله وجود الفنان التشكيلي ناجح وهو نفسه يتعرض لمرضيه كبيره ماديه والوطن اللي ياخذ مملي يعطيه الشهر يعطيه صحيح صحيح يعطيه صحيح مسائل معنويه وثقافيه وتنمية الثقافه والعقل والذهن والقلب لا كيف تنمية الجسم صحيح حد يتبدا كل شيء براسه لا بدا يتعلم ذهنه علميا ثقافيا وادبيا
وترسل طاي زاد الأسر من مواهب يعود فاشل في المدرسة. يعود ناجح. ويعود عنده مواهب أخرى متعددة. عنده مواهب وحنا قطعنا ما مجرد ما ينجح في المدرسة. يحكون في الفشل. في الفشل. ذاك ما هو صحيح. هاي ولد الناس من ناس قاعد الشارع. عند الشارع وعند الجريمة وعند المخدرات وليش صحيح. الحيل الخلقي. كان مفروض على أن تكون في على الأقل مراكز عاش مراكز ترفيه مواسكاكا نقل تشيم كل واحد منهم. ينمي فيها مواهب. استقطب لي. استقطب لي. سليم ها سليم. استقطب لي. أنتم في المسرح تقولون نموذج حاجة. استقطبت فياس المواهب استقطبت فياس. مع ترحيب. الفنانين ناجحين وعاد حالنا فيه فيه تبارك الله يوصل من وراك من الانتاج الدرامي في التلفزيونات وهذا كله لا من مواهب ما في حد قال هذا جبر دراسه هم مواهب في حد ذاته هذا جبر دراسه وحتى مع الموسيقيين قال فيه يكون سالم العلمي من شيء اخر يكون على اللغه ويكون على المواد العلميه الاساسيه مع الموسيقى في نفس الوقت يعود يتكون شخص عنده ثقافة معين عنده مستوى تعليم. مدرى كان رك الشباب شباب الفنانين يقاون مثلاً عندهم استعداد على أنهم يدخلوا المعهد ويقرأوا في حال جاءوا أساتذة متخصصين. إحنا قام عندنا أساتذة ما هو نتيجة أهلنا كل استابوه. يا أهلهم يارتم الله عندهم استعداد. وأنا قد خلقت وأنا دار تدريبية قد قلت لي تكوينية في استاد كان يشوف 90 الله عدلوه هوناتي ونعرف عندهم أساتذة فربة. ياك صاحب الموسيقى العسكرية وخبير الموسيقى خبير الموسيقى فعلا والله ومعها ساتي آخرين نعم جاي من الخارج أنا قلت لهم حد معهم مجموعة من الشباب الفناني مجموعة الشباب الفناني من هاك عليها وليدو منها عمر لا مرسيت منها ترك آخرين من ترك آخرين حاجة اللي تكون تكونوا على النوتة حافظوا فهم ترك آخرين بعد هاي يركون المعادة حق الله تكونوا هو مولي يا خبطوا يا قلوا احنا اللي جانا مع الموسيقى ما عندنا موسيقى على كلام ما عندنا كيف تلاميذ آخرين تلاميذ آخرين كانوا جايين ما قط مسألة حق ولا يعرف شيء عن الموسيقى لا هو يقرأ موسيقى إحنا كنا جايين نعزف طبعا يعني نتفرد قلنا هاي ركبتها إحنا نقول سبجنا قلنا تعال نقرأ دون نعرف عن نقرأ دوت ما عندنا ما أوش إحنا كنا نعرفه التطبيق خاصة نعرفه نظرية هو زاد مولي في الشيء جاوب شو ترك تجمع خباطين كتار خباطين المخوات الدين خاطر وتميزوا قاعد طلقوا توبش وهذا هو الزين عدو دارس تكون يكسيف هو ما ذكر هو نوات وما هو مجموعك بدأنا ما أسفل ما هو المفروض درك على أن رسالة المعهد درك معهد الفنون الجميلة معناها لين يقبل أساتذة من الخارج على الأقل عندهم آلات عصرية توجهون معناها سنة واحدة تكفي الشباب يقاون على أنهم عندهم مكونين فنانين إيه والله معناها تكفيهم سنة واحدة من التكوين على الآلات الموسيقية وعودهم مكونين عندهم يكونوا أشياء أخرى يعني ما يقعد سطح فني هذا هو يعني قاعد يبني سطح فني ويعطوا اللي هم يعرفون قال من المنبر أنا مو يعرف موسيقى قال يعرفون تطبيقية يعرفون لهم قاري موسيقى يعرفون يقرأوا موسيقى ودعم الفنانين ديما الفنانين تعطوه علميا عندو يكتبوا ويقراوه ويفيدونا ناس اخرى ما فنانين بطريقه علميه وبالتالي هما يقولوا لي قبل اللي جاء الاخر عمل قاعد الفنانين وقال لي لازم عندهم مستوى معين بالتعليم بعد المسابقات والله بعد المقابلات نشوف يعني حد عنده استعداد يقرا موسيقى وعندهم اللي مستوى علمي قد يصلح لي يقرا موسيقى وشفت الفنان في العالم قائد رأي فهمتي يستطيع على أنه يثقف ويوعي وحتى يوجه احنا بعد قاعد في زمن قديم كان سروزي هاشرو سروزي اللي يخبط ما يبقى حد سروزي لا يموت ولا يموت لا يعود في إشطان في الحرب يخبط في الحرب حماسي الحرب يقال لك على سروزي أنا ما يبقى سروزي حد قاعد موتوا كاملين. أنت فطار كاملة. لا أحد يهرب ولا أحد. زين حد. لا عش طال فصل يخبط. والله واحد رمات. خارج الليل قدام. خارج الليل قدام. وحنا حالا قاعد اللي حصل نحن في ظهر. لأن كان عنده لك رسالة للمشروع. توجيهية حالة عند الأخوة المشية. توصل. عند الفنانين وعندو هنا شيء وتأخذ من خلالهم. لا ينقال في الإعلام. لا ينقال محاضرات. لا ينقال من الكلام. تختزل. تختزل في الأغنية. لا يقول وزير ولا يقول مدير ولا يقول رئيس. باستطاعته إنه يختزل في الأغنية. لا يحدث الناس الجمهور الشعب يحفظ له الأغنية. الفنان اللي يبغى والله الفنان يبغى. والغريب إن الشباب والأطفال يغنوها في الشوارع. بشكل سريع مدي. معناها في الكلمات فيها من القيم وفيها من الرسائل وفيها من الرسائل كاملة. الحين حفاظ. شوف من زمن الاستقلال الشغلة ما هلا وزير ولا كاتب ولا مدير. غني ساعة غني ساعة من المتلية حام هو سلموا للنفر وقاني عدد سداسي لأبوك ساعة والقاني لعدد البهور قاني لعدد الفنان لوني كاملين هذه غاني كانت رسائل للشعب توجيهية وكانت العمال زي شيء العمال ساعة ليش الفلاح إلي المحول أمية صحيح إلي نشيد الكتاب هالك الناس لا تحفظ الآن تحفظ والله إلي الكورونا هاي الدنيا إلي التلقيح إلي جميع اللي
توجهات العامة أنا باستطاعت اللي توصل توصل للشعب واللي قلب الإنسان طريق الإنسان هي قلبه صحيح والموسيقى خاطب الوجدان خاطب العقل وتخاطب الوجدان قلب الوجدان توصل توصل الإنسان هي توصل قلب الوجدان هي قرار العقل صحيح المهم اللي يقدم في الموسيقى يعود بهدف ويعود عنده قيمة حتى اللي عاد عريف يعود عنده قيمة وإذا عاد سياسي يعود عنده قيمة صحيح إذا أسمع عن قيمة هم يعود عنده قيمة لكن ما يعتبر لنا عود واعي يقدم رسالة ما عنده قيمة هو الأغاني اللي سجلنا سعدي سجلنا في استديوهات بغداد افتتاح حي التلفزيون الزهري جزء موريتانيا حي التلفزيون موريتانيا ياك لأن سابق في الرئيس ساعة أنا ذاك العلاقة له يخلق تعاون فيه طب الصادر هذا فيه التلفزيون وفيه يخلق تعاون كم تبيك ساعة تقرأي في العراق هنك ساعة نقرأ في العراق وكان كافة حفل 17 تموز هذا في العراق مرة صدام أفضل عليه فرق فرق طلاب كذا بيطبع عدل عدل طلابها أغاني نشاط معدل نشاط يعني طبعا أغاني أغاني نحن كنا فنانين وعندنا آلات نهاية تقليدية وعندنا آلات ثم طلاب الموريتاني احنا طلاب طلاب احنا لطلاب السادة طلاب عندنا هذي وعندنا تدريس وعندنا جيتار وعندنا كمان وعندنا العود وعندنا القانون عندنا فرقة مكتملة فرقة مكتملة والتلاميذ اللي خرجوا من القانون لا تلاميذ عادي ايش تقول اذا احنا عطينا ناجحة وعي طلاب يكرمونا واللي مدنا صلى على الهيدي وهيدو قال ابو ابو ابوها التقليدي على كامل يعني عندك احنا لا نسلم على الرجال سابقا وداخل يقول مالي بوف احنا احنا مولي عندنا اوامر واحد اوامر عليا اكيد اكيد شوف ما بديت له قال تلاميذ ارتعدوا رئيس الرابطه وذا الشيء وعدت يعني كنت ما مديت يدك للرئيس كنا على رؤوس ذاك الزمن ما وقت حد يعدل كان على رؤوس الطائفه بس خير وقال لي وما سلم ما سلمتم ياسر يعمل والله يدرب شيء نعرف مدعنا احنا قاعد ما سلم شوف المهم ان هذا مش بطل التلفزيون وقدم لنا اسامي الجوائز ومش انا شو قالوا ما ادري الحفصه اللي سفروا يكتب قعدنا معه اهلا وسهلا بهم قال انتم فنانين قال قبل تقول لي مكان زين قلنا له احنا فنانين تاخذوا في تلفزيون موريتانيا فنانين موريتانيا تاخذوا قلنا في تلفزيون موريتانيا ما عندنا تلفزيون بس قال قاعد يقعد عنده تلفزيون حق الله قاعد تكون عنده تلفزيون ان شاء الله معناها الاشاره الاولى لانشاء تلفزيون موريتانيا ترجع لك قالت تاخذوا في تلفزيون قالت البان هايلر قالت موريتانيا قاعد في تلفزيون سبحان الله قال قاعد يكون عنده تلفزيون سبحان الله دول عربيه وافريقيه عريقه الله وعربيه واسلاميه وهذا اللي قال عدلته لازم يخرج ورد سعودي شيء هي قال لي قلت سلامكم الرجال هي قال ميزه اسلاميه احنا السنيين ناس سلموا بيدنا واذا قال مولي عربي مره مع ما سلم بيدنا هي قال الثاني كامل طاري ما هو قيم له لا قيم الاسلاميه لا قيم العربيه محتمل حد الناس قاعد نفس الصعده ما حد ما عرف كان قاعد له شو زين حتى وكرر انه مجبو الى جاوا طلاب الساعه ذاك شوي جاء الرئيس وعدل زياره وكان منها من منها انشاء التلفزيون الموريتاني جاء فريق من اعقول برنامج يعني الاعلام الكبير يعني التلفزيون الموريتاني كان قاعد مدير على التلفزيون الموريتاني مشيت في التلفزيون هو معاه ساعه ما قاعد مدير معاه فريق يقرا التصوير والاخراج والمونتاج والمسائل دورات تكوينيه عدوا دورات تكوينيه فما تتلمشوا قالوا عدوا المغنيه نسجل مغاني تجريبيه يعني سجلهم عدوا نصورينها كإنتاجهم يتخرجوا على حد كان يقرأ اليوم إعلامي حتى كان يقرأ لا مبدأ عاد إنتاج يتخرج هي المجموعة اللي مشت التلفزيون مجموعة مشت التلفزيون مجموعة نحن الموريتاني جات كان إذا بتعشى معنا وصل روحنا ملام إنتاج قالوا إحنا تخرجنا وندور عاد الإنتاج نمشي ببدل نسجل وقاعد فنان عراقي نقتل نسجل فنان نحن جينا في استديوهات بغداد وعدنا لك أغاني المعروفة اللي هي من يوم شفتك يا أحلى الأيام يعني أخ محمد علي وقت المحدود يجابرنا شتني فيه الشوفنا حبسك لك معلامة خذت البارد صدامة أغنية عاطفية تغنيها البان وكان كلمات طبعاً كان من كلمات وتلحين الأستاذ بو وعدوا لك الأغاني سجلهم في ماتي وشافوا فيهم وكانت أول فرقة فرقة نموذج فرقة دي متكاملة فرقة آلاتها كلها متخصصة في آلة وقاعدة قاعد وعندها آلات موسيقية معها قد شافت صحيح إيجانا هون الحقيقة جبرنا إحباط كل اسئله لجنا بو كان رجل التعليم طبعا كان معلم مشيت وهو عاد 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 استاذ وشهاده وعاد الشهاده عليه قصص وعاد عاد استاذ الحمد لله وتوف وحنا عندنا انت خلطنا كفناني عصريين وهو متمسك بالموسيقى التقليديه حتى ما قبل راسه كان انا اعرفك ساعه يعود في المعهد الموسيقي نقرا الالات الموسيقيه كمان على النوت العربيه والعالميه نرجع الدار وهو محمد علي يقرا الناي ناي رأي عندهم في يقرأ الناي
والبنات طبعا عندها ردين عند القانون يرجع يرجع علمنا يقول لي علمني انا كماشه كماشه قريب من تدنيت حق الله كماشه هي الشيخ بطي شيخ بطي تدنيت علم لي اخي عدم موت تدنيت علمني انا كماشه شيخ بطي شيخ بطي تدنيت انا مشيت عند والدتي معلمتني ردين رقيه ابو يدو طال الله عمرها اهبط علي قال علمني تدنيت في كماشه يقولنا لكن قدموا شيء قدموا من خلال موسيقتنا نطوروا موسيقتنا احنا ما نسرخوا موسيقتنا انا راك موسيقى الموريتانيه راك كل شيء نعزف فيها على اردين والله على التدنيت تقدر نعزف على الالات الاخرى كمان نقدر نعزف العود نقدر نعزف وفنان مولي مقتدر يعزفوا اعطينا نموذج حالا لين نختموا به لان يشر الزملاء على ان الوقت عاد انتهى اعطينا نموذج شور تقدر تعزفيه لنا هون وتعزفيه لنا هون بعد اذنك طبعا لكن تسلوزي أردين لجامعة قارئ ما تخصه الجوانب اللي خاص متدل والمناسبة كمان من أصعب الآلات الموسيقية طبعا أنا كمان من أصعب الآلات الموسيقية وذلك توقف ياسر في مدارس بالي لأن تعلم التركيز صحيح استخدام البالي معناه المجال جماعية مدارس وحتى مدارس بالي والأطفال مدارس اللي عودوا قالوا في الأطفال تحريك المجاميع أيوة قالوا في إنها عدم تركيز هناك تصل زي بطاقة تأكدنا على أن الحقيقة التي نقولها دائما على أن الفنان الموريتاني عبقري فعلا الفنان الموريتاني عبقري يستطيع على أن يكون أوركست معناها مجموعة موسيقية عازفين مغنيين ملحنين والدليل واضح على أن هذه الأستاذة فرحة متبوبة جدو استطاعت على أن تأخذ أشوار من الموسيقى الموريتانية التقليدية وتعزف على أردين وتعزف على الكمنجة وهذا يدل دلالة أخرى على أن الموسيقى الموريتانية قادرة على أن تكون مثل الموسيقى العربية في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي المغرب وفي كل مكان وبإمكانها أن تصدر وبإمكانها أن تتجاوز الحدود إذن
فالموسيقى كما تعلمون أصبحت توظف، توظف لترسيخ القيم، توظف لاستنهاض الهمم، توظف لنزع التوتر. الله يحييك وحيي تلفزيون السنة الوطنية اللي هي الإذاعة في الحقيقة الوطنية مات الثقافة وعندهم دور كبير حفاظ على تراثنا وعلى تاريخنا وعلى مولي فنانيننا دائما أعطيهم فرصة عنهم يقدموا فنهم خلال الاختيار الموصلين بعد على الفن على الفن ما خيال الأستاذ مارفين يعني سعود فن معروف للشيء من ناحية الإعلامية والناحية المادية والناحية المعلقين إنه كامل ترابط صحيح. ونختار نقول لهم عن الفنان نختار نقول جهات عليا كاملة وجهات الثقافية ولا كل حال إحنا كامل جهات عليا أي حد المخول يعود فيها يعني أنا ما وجهه شخص معين رعاتنا يسمع رعاة عنا ما قلت موسيقتنا هي هي صمام أماننا صحيح. فنوننا هو صمام أماننا من خلال وجه هو جيل المستقبل وخيوف عليه الشباب يقدموا القيم وحافظ كما قلت لك بينا كانت القيم كان في مشوار ما أحد عاد لا سمعت ما اعتذر إذن الفن يوجه ويأمن يأمن اقتصاديا ويأمن ثقافيا ويأمن معنويا ويجمع ما يفرق يجمع ما يفرق يجمع ما يفرق يعني أنا أعرف نعرف مدارس موسيقية كانت عندنا تقليدية هذا في فتح تدريج وزوانا الناس كانوا سوايا كانوا حد كانوا قال لو يقبل ما يدخل الحوص شغل حد حاص شغل يقعد فوق منهم قال قدام لأنه فتى إيه فتى حد يقول له يقول يافي قاعد هذه الفتى هو طبعا يسوي يسوي من يسوي من يمكن موسيقى الحقيقة تحتاج رعاية ومفرط فيه يعني قسم تفريط وقد ما هو مقصود قاع ما مقصود قاعد تعود نفسه عن فنان عنده اكتفاء وعنده ما عنده مشكلة وعن إحنا قاعد كامل فناننا وقلوبتنا هذا حق جميع القدام مع هذا الموسيقى مع هذا الموسيقى هذا شافت مستمر مع هذا الموسيقى هذا لا يتم كل ساعة يبغى اسم وتعدد لسامي والنتيجة ما تخرج مرة مع هذا الموسيقى مرة مع العلوم وياك يخلق شنو ياك يخلق تصور يارتو يعدل يقرأ الموسيقى يارتو يقرأ الموسيقى وقرأ الفنون يبغى أساتذة اللي عنده هون كفاءات يستخدمه هو عنده مبادئ وعنده أسس وجيل زاد من الفنانين لا شك من الفنانين على أنه حيكون 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 مؤمن بالجمهورية احنا هذا تعالى هو ايوه مؤمن بالبلد عنده قيم الحديثة عنده قيم الجمهورية وعنده قيم الدولة وعنده انتماء لدار الدولة صحيح انتماء لدار الوطن صحيح يكون هذا الشيء متجاوز كل الامراض الاجتماعية والشرائحية والعنصرية والجهوية والقبلية عندك استاذ اخرى الكماشة ما تجي وتقع يعني تبغى يجي وتقع تبلال فين واحد تعلم تخبط كماشة وتخبط واحد يخبط العود واحد يخبط كذا تخبط كذا وقالتها احنا كنا في الدار ما كوناهم في الدار قال لهم جاونا في المعهد كوناهم في الورشة الموسيقية وعاد يخطون ويام سعدين حفلهم اللي يخطون يعزفون فيه سبحان الله هي هذا الآلات عصرية الآلات عصرية كون شيء موسيقى تقليدية اللي عنده مع مسلح معها بالعلم بالكتابة واللغة الموسيقية والموسيقى العصرية واللي تعلمها وتعلمها بطريقة عادية احنا لا شان احنا طبعا على عبقريين كل الآلات نخبط معها قال ما يكفي لا يكفي المعهد الموسيقية اللي يعود فيه يستقطب كفاءات موجودة في الساحة وظفة على الأقل توظفة وتكون له هي رجال أخرى كفاءات جديدة وراه يستعين يستبيعين بخبرات أخرى خارجية بخبرات خارجية طبعا ما تخسر شيء ما تخسر شيء ما قاعد زينة ما قاعد زينة باللي حتى قاعد الموسم عندها هناتي عندها هناتي خبرة وعندها الحمد لله تراكمات وعندها شهادات تحتاج زين جدد معلومات وجدد تعلم لأن ما في أحد يستفاد منه صحيح إذا هذا كامل مطلوب وبسيط ترى بسيط مولي لين تبدا واحد مدى في بسيط لكن العدد كامل التداس بس موسيقى ما هي مستحيله وليس صعبه مولي اكيد على ان على ان على ان وجود معهد الموسيقى للفنون مع لا شك على ان وجود معهد الفنون حالا وفي هذه الظرفيه اللي هي اللي رئيس الجمهوريه عاطي اهتمام طبعا للثقافه بشكل عام عاطي للفنانين دليل عليها هذا دليل عليها على ان معهد الفنون جميله وعقدت جائزه رئيس الجمهوريه وهذه كلها لا شك على انها عنايه ورعايه السلطات العليا اراده رئيس الجمهوريه وخطاب اللي قدم اللي كان كامل اعطانا امر كبير في بعث الثقافه الحفاظ عليها وتزمين هذه ومنها كما قلت هاي جائزة هذا كان معطانا وعي يقال يا مش يسأل عرض الواقع يا الناس معي واشر على
جسد على ارض الواقع. ولكن احنا ملي جدا اننا نقوم معاهم وحنا بالساعات الماديه لنا. القطاع لا شك على انه عليه ملي رجل علمي كفاءه اكاديمي، رجل اكاديمي وعملي من اهل الثقافه والوعي قطعا، على انه بوجوده حالا نستبشر كل مستبشرين الشاب الشاب مثقف وغيره الله عندهم ملي اراده، مستبشرين بمعالي وزير الثقافه والله انا محجل من برشته وتعاطي ثمني تعاطيه مع فعلا مع مع بلي شفت لقاءات عند المهرجان كان في ذاك والله طرحوا عليه الشباب مطالب واستجاب مباشره مع الوزير الحالي، مع الوزير الحالي ختاري ولا الشيباني، ختاري الشيباني ان شاء الله وخيرت وراني حجز انا قاعد نوقف في الحقيقه من احد لا 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 الحقيقه هذا شاب مثقف وقاري اكاديمي وتعاطيه وتفاعل مع 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 القطاع مع اهله مع الثقافه والشباب والاعلام يعطي يعطي امل لا شك لا شك شفت من هذا استقبل استقبل مكتب مكتب نقابه الفنانين المهن التمثيليه الموريتاني قدموا له عريضه من بعض المطالب قال لهم هذه العريضه كلها ستنفذ ان شاء الله، اللي منها يستطيع ان ينفذ اليوم حينفذ اليوم واللي منها بعد ضد بعد انا تغني اشتم لي قدموا واحد طالب شباب قدموا طالب فلك وصارت قاعد بحفل حفل ولا شك على ان بتعيين واستجاب مباشره قضيه القوس لباريها ويا ثم اللي يستقبل مكتب الفنانين ويعطوهم مزادهم نعطوه افكارنا لتجسيد هذه الافكار هو اللي لهي القطاع على مهله صحيح الوزير إرادة سياسية ونعود كيف هو شاب ومثقف وقاري وعنده إرادة التعاطي مع 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 الفاعلين هذا هو اللي يعطي ثمرة يقال أبدا الفاعلين يشاركوا ويشاركوا يشاركوا أكيد هذا شعار وزارة الثقافة على لأن كل تسمع لكل الفاعلين الثقافيين وتريد من الفاعلين الثقافيين كلهم يجي عنهم ينضموا فيه ونختار نقول الموريتاني كامل يعني الفنان ويجي ما هو استثناء ما هو استثناء من ذلك في الناس كامل صحيح في مثقفين في ناس قاعدين حتى المهم قاعدين عندهم مواهب وعندهم خبرات وعندهم تراكمات الناس تحتاجها ولين يصوروا في اطار المواطن الطبيعي العادي عاد كيف تتو خصوصيه ما حدث خارجه انا الله قال ايش بهمنه لانه هو الخصوصيات الايجابيه ما حدث خارجه والسلبيه محتفظين بها ما نقابلين اذا تحيه طيبه اذا لا شك على ان الحديث كان ممتعا وان الحلقه كانت ممتعه ومتميزه ايضا جعلنا استطعنا على ان تستنطق هذه الالات اللي هي الموسيقيه وتمشي بها من من من, من العصري الى التقليدي ومن التقليدي الى العصري وهذه عبقريه اذا تحيه للاستاذه الكبيره Oh,